انا عشان اديهم يعني مساحتهم واديهم حقهم بصراحه هبتدي معاهم بالدوري الاسباني، لانه عندي 4 دقائق قبل الفاصل كده سريع سريع هكروتهم. يعني ارحب ببلال محسن واحمد مصطفى السادسه. مساء الخير بلال، مساء الخير احمد، منورين الدنيا. مساء النور طبعا يا احمد، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين، ومبروك طبعا التطوير اللي حصل في اللوجوهات وفي البرنامج. بصراحه شغل محترم جدا، وموسم جديد ان شاء الله ربنا يجعله خير. ونرحب بقى بالظاهره، نقول هابي بيرثدي. نسيب له بقى الفرصه النهارده. انا مش هتكلم. طيب يومك النهارده اديله بقى، اديله مساحه شويه، اديله المايك واسيبه بقى خالص. يعني حبيبي احمد، نور الدنيا، النور عليكم. انت طيب، ويعني انت طيب يا بلال، ودايما يعني ان شاء الله نقدر نقدم حلقه مميزه لل بص فاير ووركس هنا نوري الدنيا. نبارك لكم بس على الصداره الاول، عشان انا كنت يعني ماجل موضوع الليجا، بس يعني قالوا لي معانا 4 دقائق على الفاصل، فقلت ايه يعني اخلص من موضوع اسبانيا والريال سريعا. مبروك طبعا صداره، ولو ان مش الدنيا مش بعيد قوي ولا ايه؟ صداره مؤقته طبعا. مؤقته بالظبط. يعني هو واضح واضح ان السيزون ده هتكون لعبه القط والفار بين ريال مدريد وبرشلونه. انت ممكن تحتفظ بالصداره اسبوع، واسبوع الثاني تروح لبرشلونه. شفنا جيرونا كان طالع وكان عنده تطلعات طبعا ان هو انتزع الصداره من ريال مدريد ومن برشلونه بالمناسبه قبل مباراته مع ريال مدريد، ولكن ريال مدريد عمل واحده من افضل مبارياته هذا الموسم وفاز خارج ارضه ب3 أهداف نظيفه. عاد انشيلوتي مره ثانيه البدء بخوسيليو، ده بيفرق جدا. يعني حتى لو خوسيليو مش على قد المستوى اللي هو يناسب ريال مدريد، ولكن بيبقى حل مميز في طريقه اللعب. طيب انا السؤال يعني، ويمكن هيبقى لينا وقفه مع البريمير ليج برضو، وتحديدا مع الفرق المتنافسه سواء الليفر او توتنهام او ارسنال او السيتي، لكن هو السؤال ده هيتكرر مع السيتي برضو. لكن في ظاهره الاعتماد على بيلينغهام بشكل اساسي للدرجه اللي تخليك تقول انه ماذا لو غاب جود بيلينغهام عن ريال مدريد، ايه هيكون حجم تاثيره؟ لا، حجم تاثيره يبقى قوي جدا طبعا. بيلينغهام لعيب كبير، واعتقد انا من بدايه الموسم قلت لك احمد ان بيلينغهام بالنسبه لي صفقه الموسم في كل الدوريات، مش في الدوري الاسباني بس، لعيب كبير، لعيب انا قلت اللي هو ما تعرفش مركزه ايه. فلعيب مهما تحاول تمسك بيلينغهام هيبقى الموضوع صعب. انا ليه بسالك السؤال ده؟ لانه يعني مثلا انا بشوف انه اداء السيتي، صحيح السيتي بيلعب كره جماعيه على اعلى مستوى وعنده نجوم في كل المراكز، لكن انا بشوف انه غياب دي بروين مأثر بشكل كبير طبعًا على السيتي. وعشان كده فكرت اسال ازاي فرقتين كبار بحجم الريال او بحجم السيتي يبقى غياب لاعب مؤثر فيهم بالشكل ده. طبعا بيلينغهام ما غابش، بس بقول انه الموسم طويل وممتد، ومن الوارد جدا غيابه ايقاف او لا قدر الله اصابه، وبالتالي ايه ممكن يكون الشكل؟ في لعيب احمد لما بتغيب صعب التعوض بلعيب تاني، ده في كل انحاء العالم، لكن في طرق بديله ممكن تعوضها باللاعب. يعني مثلا لما لعيب يغيب زي بيلينغهام، اعتقد ان انشيلوتي هيعتمد على تغيير طريقه اللعب، وده اللي عمله على فكره جوارديولا. هو ما غيرش طبعا من التكتيك بتاعه كتير، لكن غير بعض النمط في الملعب، في طريقه اللعب، ودخل بعض اللعيبه في طريقه لعب مختلفه خالص. ان دي بروين اعتقد لعيب كبير جدا، وغيابه مؤثر ان هو بقى حتى بيلعب فرودين. هو عمرنا ما شفنا على فكره جوارديولا بيلعب باتنين مهاجمين خالص. هو ما كانش بيلعب بمهاجم اصلا، لكن بعد غياب دي بروين اعتقد هو غير فكره خالص وبقى يلعب باتنين مهاجمين. نفس الكلام بيلينغهام، غيابه طبعا لو غاب، يعني طبعا ان شاء الله ما نتمناش ان هو يغيب، لان غيابه هيبقى مؤثر جدا. لكن في نفس الوقت بشوف ان انشيلوتي عنده ذخيره مهمه جدا في نص الملعب، ما تقدرش تعوض بيلينغهام، لكن ممكن يعتمد على لعيبه كتيره جدا، حتى يعني خوسيليو زي ما بلال قال. اجمالا شايفين النسخه دي من الليجا عوده المنافسه او عوده البريق مره ثانيه لبرشلونه والريال، فكره المنافسه او الشكل بتاع الدوري والبطوله اللي كان موجود ايام رونالدو وميسي؟ يعني يمكن الفريقين ما دعموش التدعيمات الكبيره، ما فيش نجوم اسماء كبيره زي طبعا وقت تواجد رونالدو، كان وقت وجود ميسي وتشافي وانيستا، كان رونالدو وجاريس بيل وبنزيما، وكان يعني كانت الفريقين مدججين بالنجوم الكبار اللي هم سوبر ستار في اوروبا كلها. برشلونه مدجج، وهناقشك في القصه دي بس بعد ما اطلع لفاصل سريع ونرجع تاني. طيب. يعني قبل الفاصل كان بلال بيقول انه في الليجا، كنت بساله انه هل السنه دي ممكن تشهد عوده بريق الدوري الاسباني. خلينا نتفق انه صحيح الريال والبارسا فرقتين كبار جدا، لكن الديربي والمنافسه في الليجا في وجود ليو وكريستيانو كانت عامله حاله افتقدها الدوري الاسباني بالتاكيد بعد رحيل الاثنين عن برشلونه وعن ريال مدريد. هل السنه دي بقى، وده كان سؤال، هل السنه دي ممكن تكون بدايه عوده البريق مره ثانيه للليجا، والناس كلها تتجمع عشان تشوف ديربي برشلونه و
الريال كانت اجابه بلال انه الفرقتين يمكن يكونوا مش مدججين بالنجوم، وانا اختلفت معاه في النقطه دي، انا شرحت لكم بالظبط وقفنا لغايه فين. بتقول انه البارسا مش مدجج بالنجوم، يعني ممكن يعني الريال يبقى مش مدجج بالنجوم، لا يعني، يعني هو باستثناء فينيسيوس وكورتوا وبيلينغهام مش لاقي حد بصراحه. بالظبط، ما هو ده بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت اصبحت ان انت بدل ما كان الفريق عندك بحافظ القوام الاساسي كله من الكلاس ايه في سواء في اوروبا او في العالم، اصبح عندك اثنين او ثلاثه بس. حتى في برشلونه لما تيجي نيجي نتكلم بقى بحياديه بعيد عن الانتماء، لا لا كلام هتجد هتجد ان على مستوى الاسماء ليفاندوفسكي مثلا يعني ما فيش سوبر ستار، يعني دلوقتي دخل مثلا جواو فيليكس وجواو كانسيلو شويه عندهم اسماء في اهم كويسة. جوهرتين في العالم طبعا بدري وجافي يعني الاثنين اوكي بس ولكن لسه يعني يعني بدري وجافي لسه بيبداوا. فانا اقصد ان هو حاله طبعا الاستقطاب النجوم اللي حصلت للدوري السعودي وفرغت معظم الانديه العالميه من نجومها، الليجا السنه دي انا بشوف ان هي بتراهن على المنافسه بين الناديين الكبار في العالم، هم اكبر ناديين في العالم شئنا ام ابينا، اكبر ناديين في العالم ومحط انظار انديه العالم، كلاسيكو اكتر او اكبر نسبه مشاهده لمباراه في كره القدم. كوكب الارض تقريبا كله بيشاهد مباراه الكلاسيكو دي، المباراه اللي بتحظى بمشاهده جماهيريه. فريال مدريد وبرشلونه الموسم ده ولا ليجا نفسها بتراهن على المنافسه. بس ايام سي ار 7 وايام ميسي كنت تقدر تقول على الماتش ده انه مش ممكن حد يفوت المباراه اكيد، لكن النهارده ممكن يبقى فيه كلاسيكو أكيد مش الناس. أكيد بص أكيد مش زي طبعا مع في وجود ميسي ورونالدو، ولكن أنا عشان كده بقول لك اللا ليجا نفسها أو يعني الاتحاد الأسباني أو رابطة الأندية في أسبانيا بتراهن على عودة المنافسة بين الناديين مرة أخرى، لأن أنت دلوقتي أصبحت أنت بتدخل أي مباراة مش عارف نتيجتها. يعني برشلونة بتفقد نقاط أمام مايوركا، ريال مدريد بيتعثر أمام أتلتيكو مدريد ويرجع المنافسة مرة تانية، فهي أعتقد أن المنافسة بين الناديين هي اللي هتشد مرة تانية وترجع الأنظار الليجا الإسبانية. مش بس يا أحمد البارسا والريال، لكن بيتهيألي في تجربة تستحق أن احنا نقف عندها، لأنها مش مجرد صدفة. فكرة أن يكون في فريق زي جيرونا داخل بين الثلاثة الكبار، بين أتلتيكو مدريد وبين ريال مدريد وبين برشلونة على منافسة، فريق محدش يمكن قبل النسخة دي أو قبل الموسم ده كان ممكن يكون يسمع عنه. شايف القصة إزاي؟ وهل ممكن أن يستمر جيرونا في منافسة الكبار لغاية النهاية، ولا بس دي يعني طلعت الدوري وقصة وانتهت؟ لا هي طلعت الدوري، ده مش اول مره تحصل، يعني كل موسم تقريبا بيطلع نادي، مره طلع ريال بيتيس برضو بيطلع، تلاقيه احيانا بيبقى بدايه الدوري بيبقى متصدر، وبعد تقريبا 10 جولات بنلاقي ان جيرونا ممكن يرجع تاني في القاع تاني. لكن اعتقد ان هي بتبقى البدايه بس مش اكتر، لكن ده شفناه في مواسم كتيره جدا. واعتقد ان جيرونا طبعا حاجه كويسه جدا، بتدي اثاره لبعض المباريات، لكن برضو جيرونا مش الفريق اللي انت برضو تقلق ان هو ممكن ينافس ريال او برشلونه وحتى اشبيليه اللي انا بشوف ان هو ممكن يكون قريب في المنافسه معاهم لحد ما. طيب انقل معاكم على الدوري الانجليزي، الدوري الوحيد اللي مش ممكن تتوقع فيه نتيجه مباراه ومش ممكن تتوقع فيه مهما كانت الفوارق. احنا عارفين انه السيتي يغرد منفردا، لكن مش ممكن حد النهارده يقدر يراهن على تتويج السيتي بالبريمير ليج. عندك توتنهام في الصوره، عندك ارسنال، عندك نيوكاسل، وحتى عندك مانشستر يونايتد اللي بيعاني الحقيقه، ما زالت المعاناه مستمره، لكن ما تقدرش تبعده حتى من مشهد المنافسه. في طبعا غياب لتشيلسي، في تجربه زي تجربه برايتون اللي يمكن كان تعرض لخساره مفاجاه. تعالوا نشوف ترتيب الدوري الانجليزي بعد مواجهات امبارح. النهارده يوم الاحد اللي جاي، يوم الاحد اللي جاي اعتقد السيتي في مواجهه الارسنال، مواجهه منتظره. ده ترتيب البريمير ليج حتى اللحظه اللي احنا بنقابل حضراتكم فيها، ما زال السيتي في الصداره رغم خسارته من الولفز ب 18 نقطه. بيجي توتنهام في المركز الثاني برصيد 17، ارسنال في الثالث بنفس الرصيد، ليفربول الحقيقه اللي تعرض لخساره، شفتوا الماتش امبارح؟ ظالمه شويه، ظالمه جدا طبعا، ظالمه جدا. كان على الاقل الاتحاد الانجليزي اعلن ايقاف حكمي الفار واعاده التحقيق، لان صحيح. بصراحه حاله يعني مش ممكن، يعني مش ممكن الغاء هدف في الدوري دياز طبعا الانجليزي بصراحه صحيح. وليفربول ولكن برضو رغم الخساره من توتنهام امبارح، خلينا نقول انه ليفربول السنه دي غير، ما زال حاضر في الصوره، نقطتين فارق عن المتصدر، مش حاجه بعيده، وخصوصا ان الاسبوع اللي جاي عندنا كلاش بين السيتي وبين ارسنال، حد فيهم هيعطل الثاني لو ما عطلوش هما الاثنين، لكن السيتي هيفوز طبعا ان شاء الله. تمنيات. استون فيلا 15 نقطه، وبرايتون في المركز السادس، هو بيحب المركز السادس برايتون ماشين على المركز السادس وبيحب المركز السادس. في المركز السادس شايفين شكل المنافسه ازاي، وهل ممكن يحصل تغييرات في
في الترتيب اللي احنا بنشوفه ده ولا لا؟ يعني يمكن هي البداية السنة دي مانشستر سيتي طبعا. خليني انوه بس انه فيوتشر وسنجادا خلص بنتيجة 1-1 الشوط الاول، وكده معناه انه فيوتشر محتاج هدفين، لانه نتيجة المباراة الذهاب كانت انتهت بخسارة 1-0، وبما انه الفريق الضيف سنجادا سجل هدف ده معناه انه فيوتشر محتاج هدف. مشكله هدف. الهدف على ارضك هنا بتستقبل هدف مشكله طبعا، والعوده بتبقى يعني شفنا ده في سيناريو ماتش الزمالك و... وارتا سولار اكيد. هي الكره في جيبوتي اتطورت ولا احنا اللي بنرجع لورا ولا ايه؟ لا يعني السؤال بشيء يوسكر يعني هي اكيد الكره ما اتطورتش بين يوم وليله ولكن هو حاله الفريق الجيبوتي حتى اللي تابع مباراه الزمالك، في مباراه الذهاب الزمالك اهدر 4 أو 5 فرص. اهداف محققه وصعب المأموريه على نفسه. امبارح تلقى هدف، يعني يمكن طريقه لعب الراجل بصراحه بتساعد كل الفرق، حتى الفرق اللي هي ما تتوقعش انها تعمل نتيجه كبيره قدام الزمالك. يعني طريقه اللعبه بتدخل الفريق المنافس في الجيم وبتمكنه انه يسجل اهداف. عموما هو الكلام مش على الزمالك بس، الكلام على الكره المصريه اللي المفترض انه في الادوار التمهيديه كل الفرق بتاعتها تكون لا تواجه صعوبه يعني في التاهل. اكيد اكيد. يعني مبروك طبعا مره ثانيه للزمالك، ومبروك لبيراميدز تاهل معانا في ان شاء الله في نهايه الحلقه. نبارك لفيوتشر ان شاء الله، نبارك لفيوتشر باذن الله. الدوري الانجليزي، بما ان انا يعني اتكلمت على فكره الكراسي الموسيقيه وانه اكتر دوري صعب انك انت تتوقع فيه مين ممكن يكون في المانيا، يا بايرن ميونخ يا بايرن ميونخ ليفركوزن طبعا دخل، يا ليفركوزن او دورتموند او بقى اشوف بعد كده ممكن يجي مين، لكن هو في النهايه المرشح الاول طبعا. المرشح الثاني بايرن ميونخ. في فرنسا اعتقد برضو المرشح الاول، المرشح الثاني باريس سان جيرمان. في اسبانيا ريال او برشلونه. في انجلترا قصه غير، ممكن تطلع لك فرقه زي ليستر سيتي تاخد بطوله الدوري، ممكن تلاقي سنه ارسنال، سنه سيتي، سنه ليفربول، سنه. فمن الصعب التكهن. هل في مقدمات شفتها من بدايه الموسم لغايه دلوقتي تقول المنافسه على الاقل هتكون بين مين؟ في مقدمات طبعا، المنافسه قويه جدا جدا جدا. توتنهام بيعود للكادر تاني وللصوره للمنافسه، ودي بشوف ان توتنهام بيقدم موسم كبير جدا، وده باين حتى في ترتيب الجدول ان توتنهام يعني ترتيبه الثاني. يعني الكل توقع انه رحيل هاري كين هياثر بشكل كبير على الفريق، وهنا يبان دور المدرب. يعني المدرب الاسترالي اعتقد مدرب كبير جدا، وشايف ان هو مقدم مستويات كبيره جدا مع توتنهام، رغم طبعا ان الهزيمه الغير مستحقه ليفربول امبارح. أيوة. لكن بشوف ان توتنهام بيقدم مستوى كبير طبعا، يستحق المنافسه فيه والاشاده بيه طبعا. وكمان عايزين نشيد بليفربول، يعني بجد انا عايز اشيد بيهم، لان هم برضو رحل عندهم لعيبه كتيره جدا، في بينهو وفيرمينهو وساديو ماني، يعني اغلب القوام اللي كان وصل او حقق دوري ابطال اوروبا. أيوة. يعني افتقد طبعا يورجن كلوب لعيبه كتير جدا اعتقد، لكن هو قدر يجيب لعيب انا بشوف ان هو مفاجاه الموسم، سوبوزلاي. انا بشوف ان هو مفاجاه الموسم، لعيب بنكهه اللعيب الممتعه، لعيب رقم 8 اللي هو تحس ان هو لعيب كوره وكورته كويسه، عنده مميزات كبيره جدا. فبشوف ان هو سبب في يعني اداء ليفربول الممتع في ماتشات كبيره جدا، واضافه كبيره جدا، ومن الصفقات المميزه. فليفربول في منافسه الموسم ده برضو، يعني انا بشوف ان هو انا ما كنتش متخيل ان ليفربول ممكن ينافس، لكن هو فاجئني في الموسم. وبشوف ان الاقرب بالنسبه لي والسيتي صدمه، واحنا كاننا طبعا في بدايه الحلقه على دي بروين، الغياب بتاعه طبعا مؤثر جدا جدا. لكن جوارديولا برضو عنده مشكله، يعني برغم طبعا ان هو دايما بنشيد بيه، لكن عنده مشكله دايما ان هو في ماتشات كتيره جدا برضو مصمم ان هو بيبقى عايز يعمل حاجه مختلفه. في ماتشات بتبقى ممكن اللعب السهل فيها اضمن، فهو دايما بيحاول يعمل حاجات مختلفه، مش في كل المباريات، احيانا بتحتاج كده وبتنجح معاه، لكن احيانا ما بتصيبش معاه. فبشوف ان الارسنال بالنسبه لي ماشي بخطه ثابته جدا، برغم ان هو اتاثر في بدايه الموسم، وان هو طبعا خسر نقطتين، لكن انا بشوف ان الارسنال الاقرب الموسم ده لحصد لقب الدوري. الارسنال هو الاقرب. ده من وجهه نظري. في مواجهه السيتي. في مواجهه السيتي. وليفربول معاهم ولا ليفربول بعيد شويه؟ ليفربول ممكن هيبقى معاهم، بس مش يعني مش بنفس القوه. مش بنفس القوه. بلال. يعني طبعا انا عايز اخد من كلام احمد ووشيد طبعا بانجي جوتكيستغلو المدير الفني الاسترالي طبعا السابق لسلتيك الاسكتلندي، ومدرب توتنهام الحالي اللي عامل نتائج ممتازه، وغير ان هو عامل نتائج، جوتكيستغلو عمل حاجه مميزه جدا، ان هو دخل سكواد توتنهام بعد رحيل هاري كين ايه طريقه اللعب اللي هتناسبه. ما حبش ان هو يلعب بطريقه لعب مثلا نمطيه، او طريقه لعب ان هو عايز يخش المباريات وخلاص، لا، هو عمل اسلوب لعب جديد، واحنا شايفينه. انا بحترم فيه دي جدا، مع اني انا باخدها عليه، بس انا محترم ان هو قادر يطبقها في فريق زي توتنهام، ان كل مباراه في الدقيقه حوالي 70 او 75 بيسحب
سون اللي هو نجم الفريق الاول يعني عملها امبارح في مباراه ليفربول رغم ان هو كان بيلعب ناقص، وعملها في المباراه الماضيه وعملها في مباراه ارسنال على الرغم ان سون هو نجم الفريق، وماديسون كمان سحبه وقدر مع التغييرين دول ان هو يحقق المكسب في الدقائق الاخيره. هو ما حققش مكسب امبارح، هو ليفربول كان صامد ورغى يعني غلطه ماتيب ما كانش فيه يعني بس كتر انك انت تكون بتلعب مع فريق ناقص اثنين على ملعبك وسط جمهورك في الدوري الانجليزي تفضل صامت كل ده وتفضل صامت كل ده، ده شيء يحسب لليفربول جدا ويحسب ليورجن كلوب. ويورجن كلوب على فكره انا امبارح ما اتكلمش على خطا ماتيب، قال لك فورجيت اباوت ماتيب. القصه هو بالنسبه هو كلامه كله كان امبارح على الفار طبعا، وازاي ان هو ما يحسبلوش هدف في لويس دياز اللي كان واضح للجميع انه هدف صحيح مش تسلل. لا هي انا بصراحه برضو بستغل الفرصه وبشيد باداء ليفربول امبارح على الرغم من النقص العددي لاثنين لعيبه في ليفربول، ولكن فضلوا واقفين على طبعًا على رجليهم وقدروا كانوا خلاص يعني قاب قوسين او ادنى ثواني من الخروج بنتيجه. على فكره دي المره الثانيه اللي يحصل فيها نفس الحاله ان يتم طرد اثنين لاعبين من ليفربول امام توتنهام. المباراه الاولى كانت تقريبا في موسم 2003 2004 وتعرض وقتها ليفربول للخساره باربع اهداف نظيفه، فمقارنه باللي حصل امبارح وان انت تتخطف هدف لا يعني امبارح ليفربول. عشان كده عايز اقول ان انا مع ان ليفربول الموسم دوت هينافس على البريمير ليج للنهايه، انا شايف ان الفرقه مش ناقصها حاجه لو اكتملت العناصر الاساسيه وفضلت القوام الاساسي موجود بشكل دائم في المباريات. لا انا شايف ان ليفربول والسيتي خاصه ليفربول ما بيلعبش دوري ابطال اوروبا، فالموضوع عنده هيبقى فيه اريحيه نسبيه مع طبعا بيلعب يوروبا ليج بيلعب ما بس ولكن يعني حد شايفين يعني بالظبط يعني ممكن في اليوروبا ليج تقدر تريح بعض اللاعبين، ولكن في دوري الابطال ما تقدرش تعمل كده. فانا اعتقد ان ليفربول السيتي ارسنال هم هيكونوا ثلاثي او يعني ثلاثي المنافسه على لقب البريمير ليج مع بقى المفاجآت. وعايزين نشيد بما اننا اشدنا بمدرب توتنهام نشيد طبعا بإمري كان مع استون فيلا عامل فريق محترم جدا جدا جدا، وهو مدير فني كبير ومتمرس وفي اليوروبا ليج يعني واخد ثلاث القاب مع فرق اسبانيه وعامل كسب امبارح 6-1 هو بينور على هو تجارب يعني ابس اند داونز زي ما بيمشي على سطر ويسيب سطر، تجارب بيلمع فيها جدا يحيرك وتجارب ثانيه تحس انه رغم انه يمكن التجارب اللي ما نجحش فيها كان كبيرة. عنده امكانيات وكان عنده ارسنال ابرز اسماء كبيره جدا، رغم كده ما قدرش يحقق نفس الانجازات اللي حققها مع فرق اقل او اكثر تواضعا يعني من النواحي الماليه والنواحي الجماهيريه والنواحي التاريخيه ما عندهاش رصيد، رغم كده كان قدم تجارب ناجحه ومبهره. طيب سيب انجلترا واسبانيا ونروح لمصر ونروح لدوري ابطال افريقيا، وانا قلت لكم النهارده مع بلال واحمد حابب اقف معاكم في ماتش سان جورج. سيبك من السباعيه وسيبك من الرباعيه الاخرانيه، لكن اللي فرحني وطمني في نفس الوقت هو التشكيله والطريقه اللي خاض بيها مارسيل كولر مباراه العوده، وده اللي كان يمكن بلال واحمد راهنوا عليه في مباراه في حلقه الاربع اللي فات، وقالوا انه كولر هيستخدم المباراه دي او هيستغل الفرصه دي انه يجرب ويدخل ناس تكسب حساسيه مباراه وتاخد فرصه انها تثبت ذاتها، وهو ما كان شفنا كريستو شفنا كريم ديبيس شفنا كوكا شفنا يعني شفنا قفشه طبعا من البدايه، قفشه لعيب كبير طبعا. ففي النهايه اعتقد يمكن تكون اهم المكاسب. تعالوا نتكلم شويه من النواحي الفنيه، ابدا مع احمد يعني ملخص كده اهم الحاجات اللي انت شفتها نقاط ايجابيه حققها الاهلي بصرف النظر عن النتيجه او السكور في مباراه سان جورج. طبعا اول حاجه يعني مكسب كريم الديبيس مكسب كبير جدا، ان انت لاعب هيبقى موجود معاك او في منافسه مع علي معلول، انت محتاج اللاعب ده ياخد وقت من مباريات كبيره جدا، واعتقد ما كانش في انسب من المباراه دي ان هو يلعب فيها، ولعب 90 دقيقه وقدم يعني 90 دقيقه مميزين وعمل اسيست كمان من الهدف لمحمد مجدي قفشه الجون الهدف الثالث. فيعني ده من ضمن المكاسب. طبعا عوده الثقه الكهرباء دي مهمه جدا طبعا. ده طبعا وبشوف ان اللعيبه كلها في تبين حاله اوضه اللبس، واعتقد ده السبب في الموضوع ده كولر، لان لعيبه النادي الاهلي كلها اجمعوا ان كهرباء عايزين يجيب جول في لقطه ضربه الجزاء، فبانت جدا ان هم شايفين ان كهرباء اي لاعب او مهاجم ما بيجيبش هدف بيبقى زعلان. فكهرباء مش بس زعلان، بيبقى مشدود، وده بيأثر على مستواه ادائه في الملعب. فطبعا عوده الثقه الكهرباء دي مهمه جدا، لان كهرباء لعيب كبير وانت محتاجه في المباريات اللي جايه جدا جدا جدا. طبعا محمد مجدي قفشه هنتكلم عنه بالتفصيل انا وبلال، يعني من ضمن نجوم المباراه وقدم مباراه فيها كل حاجه، يعني عمل كل حاجه في المباراه دي. محمد مجدي قفشه هو اوريدي لعيب كبير، لكن قفشه مع كولر بيعمل جوانب دفاعيه ودي حاجات ما كناش متعودين عليها. لا وستايله كمان اتغير، يعني كنت في الاول بقول انه
في فيرجن جديده من قفشه. هي مش قصه انه قفشه قدم مباراه كبيره، يعني وارد جدا لعيب يعمل مباراه حلوه جدا فيبقى مان اوف ذا ماتش، وماتشات ثانيه لا ويرجع ثاني يبقى قدم مباراه. لكن انا بتكلم هنا مش على انه قفشه قدم مباراه كويس او مباراه حلوه، بتكلم هنا على انه قفشه ظاهر ب واحد ثاني ابديت بالظبط. مش لاعب رقم 10، بالظبط كده، مش تقليدي، مش قفشه موسيماني بالظبط. وقفشه كان من يعني من انجح اللعيبه في التوقيت طبعاً. ده وكان ليه بصمات كبيره جدا في البطولات الكبيره واهمها طبعا نهائي النجمه التاسعه، نهائي القاره. لكن انا بتكلم هنا على قفشه الابديت، اللعيب اللي كانه بعت لعيب اسمه محمد مجدي قفشه واشتريت لعيب جديد اسمه محمد مجدي قفشه، كل واحد فيهم مختلف عن الثاني يا بلال. طيب بص يا احمد، يمكن انا معايا حاله، هي اخر حاله في الحالات اللي انا المفروض هتكلم عنها النهارده. لو قدروا يجيبوا لنا اخر حاله اللي هي حاله قفشه نبدا بيها، تبقى استكمالا لكلامك. أيوة. محمد مجدي قفشه، ايه اللي ميز محمد مجدي قفشه في مباراه سان جورج تحديدا؟ هو قفشه مع كولر لعب ولعب على فترات وتالق، ولكن ان هو يديك 90 دقيقه بالمستوى دوت، دي جديده على قفشه. دي المباراه تعتبر دي بدايه يعني عوده العلاقات بين قفشه وكولر في الملعب، ان هو الراجل يبدا يعتمد عليه بعد كده وهو مطمن ان قفشه هيطابق طريقه اللعب اللي بيحبها كولر. احنا عارفين ان قفشه كان بيلعب رقم 10، لما جه كولر وغير طريقه اللعب ليه 4 3 3 بيلعب برقم 6 و 2 8، قفشه ما بقاش ليه تواجد كبير في المباريات، وشفناه كان بيشارك على الرغم على فترات من ان الفترات اللي بينزل فيها او نزل فيها كبديل مع كولر كان مؤثر جدا. لا اخر حاله خالص، لا مش دي، انا اخر حاله خالص ممكن نبدا بيها. لا لا خلاص، خليها بالترتيب احسن. طب يعني خلينا نرجع لنفس الترتيب ونمشي بالترتيب. عايز بقى اقول لك سريعا ايه سر نجاح قفشه، او ان قفشه عمل مع امام عاشور طبعا وهم بيلعب في ظهرهم احمد نبيل كوكا، الاثنين عملوا حاجه اختصرت على النادي الاهلي في المباراه دي تحديدا. مساحه ال 30 او 40 متر اللي بيحتاجها النادي الاهلي علشان يرجع لنص ملعبه ويقطع الكوره، العيب ده كان موجود عند قفشه في المباريات اللي شارك فيها على فترات زي ما احنا اتكلمنا، وهو انه ما كانش بيقفل زوايا التمرير على المنافس. فبالتالي كان عندك دايما مساحات في وسط ملعب النادي الاهلي في وجود قفشه مع لاعب اخر رقم 8. قفشه نجح في المباراه دي تحديدا انه يقفل زوايا التمرير على المنافس، وبالتالي انت كان عندك سهوله في استرجاع الكره، وده اللي نجح طريقه اللعب. ده اللي ما حسسكش انت كمشاهد او كمتابع للمباراه ان النادي الاهلي بيلعب براجل كان بيلعب في وقت من الاوقات رقم 10 اتحول لرقم 8 وقادر على ارض الملعب انه يؤدي الادوار الدفاعيه مع امام عاشور، اللاعب اللي ايضا مش متقيد بمركز. وهنبدا الحالات على طول مع امام عاشور. يلا يعني نبدا الحاله الاولى. اول حاله لينا هي دي الحاله في بدايه المباراه على طول. لا اول حاله خالص هم بادئين. دي اول حاله يا احمد. بص ده امام عاشور بيستلم الكوره هنا في مركز اللاعب رقم 6، وده مش مركز امام عاشور، يعني المفروض اللي موجود هنا في المركز ده على طول ان هو احمد نبيل كوكا. ده امام مش كوكا دائما. شفت انت على طول تقليد يجي في ذهنك ان ده احمد نبيل كوكا. لا ده امام عاشور. هيمرر الكوره لمحمد عبد المنعم، وهنشوف الحاله اللي بعدها، وهيتحرك في وسط الملعب وهيستلم الكرة عشان يبقى عنده مساحة رؤية في المساحة الكبيرة دي كلها. وهتلاقي اللي نازل له دوت أقرب واحد ليه هو أحمد نبيل كوكا اللي عمل معاه تبادل أدوار. هنكمل ونشوف ده دور إمام عاشور. بص بقى أحمد، دي هنا محمد مجدي قفشه اللي في الدايره الاولانيه اللي هو الاقرب لوسط ملعب النادي الاهلي. ايوه اللي جنب الحكم. ده اللي جنب الحكم، ده محمد مجدي قفشه. اتلعبت له الكوره من احمد نبيل كوكا لامام عاشور. بص على طول عمل الباص من وسط الزحمه. فك الحصار المكون من 5 لعيبه من سان جورج كانوا بيضغطوا على النادي الاهلي في المنطقه دي. قدر باتنين باص بالظبط عملهم لعيبه النادي الاهلي ان امام ينقل الكوره خط نص. بالظبط. هنشوف الحاله اللي بعدها. ده امام هنا بيستلم في وسط ملعب سان جورج. الحالة اللي بعدها على طول، لو رحنا للحالة اللي بعدها. بص بقى يا احمد، دي وقفة لاعبي سان جورج. بص النادي الاهلي واقف هنا او كولر بيمركز اللعيبة اربعة. احنا شايفينه الرباعي اللي موجود محمد هاني اللي معاه الكورة، ده احمد نبيل كوكا واللي جنبه. احنا اللي غايب عن الصورة دي من فرقة النادي الاهلي ربيعة ومحمد عبد المنعم وربيعة فقط. انت انا جايب الحالة دي ليه؟ عشان اوريك الشكل الهجومي لمارسيل كولر، وان ازاي انت كمدير فني تقدر انك تعمل شكل هجومي وتعمل منظومه هجوميه ولكن منظمه. انت شايف يا احمد وقفه اللعيبه سواء الرباعي اللي في الاول او الرباعي الامامي. نخش على الحاله اللي بعدها، حاله الهدف. بص دي الكره اللي اتلعبت اهي لامام عاشور من احمد نبيل كوكا، هتتلعب اهي. ادي امام عاشور هيستلم الكره وهيتعرقل امام عاشور هنا وهياخد الفاول بتاع الفاول. هدف جه بطريقه منظمه، طريقه مبسطه تبين لك ادوار محمد مجدي قفشه وامام عاشور في وسط ملعب النادي الاهلي. هينفذها طبعا محمد مجدي قفشه لاول مره من
فتره كبيره جدا ينفذها نموذجيه في يعني زاويه الحيطه ويحرز هدف اول فتح طبعا المباراه. الهدف جه في الدقيقه 7 تقريبا او الدقيقه 8 اهو محمد مجدي قفشه على تسديدها وحطها لعبها بصوره مميزه جدا في زاويه اخر كوره ثابته سجل منها النادي الاهلي كانت بالظبط علي معلول في ماتش البنك الاهلي. ماتش البنك الاهلي بالظبط مظبوط. دي كره الهدف الثاني ودي ده محمد مجدي قفشه اهو اللي احنا بنتكلمنا عن ادوار مجدي قفشه. ادي محمد مجدي قفشه استلم الكره ما بين اتنين بيعمل الباص ليه مين بقى اللي نزل ده؟ لا نرجع للحاله اللي قبل دي على طول. معلش هي حالتين بس احنا هنا في الدايره الشمال ده قفشه والدايره اللي على البوكس ده كهربا. بص بقى ده اللي احنا بنتكلم عن كهربا. ايوه وعمل الباص لقفشه. بص الحاله اللي بعدها احمد كهربا عين قفشه عينه على كهربا حطها له في الزحمه بعد التحرك طبعا تمت عرقله كهربا لانه كان منفرد بالمرمى وحصل على ركله جزاء. هنتكلم سريعا عن الحاله الايجابيه او الحدث اللي حصل في ركله الجزاء. احنا شفنا الحاله اللي بعدها هنجد ان كهربا حزين. دي الحاله دي قبل ركله الجزاء كهربا كان جات له اكتر من فرصه واضح عليه الحزن على طول لما اتحسبت ركله الجزاء. هي الحاله اللي بعدها محمد عبد المنعم كان هو اللي واقف على تسديد ركله الجزاء ولكن طبعا لعيبه النادي الاهلي فضلت ان تدي الكره لكهربا. وترتيب في الاهلي معلول نمره واحد ومنعم رقم اثنين. منعم كان هو ماسك الكره وبالفعل هينفذ ركله الجزاء ولكن معلول طبعا في الوقت ده ما كانش في الملعب في ال 11 الموجودين في الملعب منعم رقم واحد اختار طبعا ان هو يسيب الكره لكهربا وده تصرف طبعا محترم من لعيبه النادي الاهلي ودخل كهربا وسدد الهدف واحرز هدف فتح له بعد كده ان هو يجيب هدف تاني. دي الحاله معلش أنا بس انا عايز اوضح حاجه في النقطه دي كلام مهم. الروح طبعا ما فيش شك انها روح حلوه جدا بس انت بتتكلم هنا في مباراه ظروف المباراه تسمح شبه محسوم بالظبط. يعني احنا بنتكلم في مباراه الاهلي حسب مباراه الذهاب فيها بنتيجه 3 ومتقدم اوريدي في مباراه العوده بنتيجه 1 فبالتالي ممكن هنا في القصه اقبل لكن في الطبيعي وفي ظل منافسات تانية او مباريات تانية انا ما اعتقدش انه ده واعتقد انه عندنا امثله كتيره جدا ما ينفعش. حصلت الموسم الماضي بالمناسبه كان محمد شريف بينافس على لقب الهداف والمباراه كانت نتيجتها 0-0 وكولر صمم ان اللاعب رقم واحد هو اللي يدخل يسدد ركله الجزاء. اخر كره عشان اسيب احمد يكمل حاله الهدف الثالث والرابع دي كره قفشه. انا اختصرت موضوع قفشه. الكره اللي في الدايره ده محمد مجدي قفشه. الكره دي كانت هجمه لسان جورج اتلعبت وقفشه بالتوقع قطع الكره هنا وعمل كره مميزه جدا قطع الباص لمحمود كهربا راح بيها انفراد وهو ده اللي احنا اتكلمنا عليه في البدايه ان قفشه نجاح قفشه في طريقه اللعب الجديده مع مارسيل كولر انه نجح في غلق زوايا التمرير على المنافس وهو ده اللي ساعده انه ما يبينش ان النادي الاهلي محتاج لاعب اخر في المركز ده. الجزئيه دي جماعه جزئيه الضغط واسترداد الكره في اسرع وقت ممكن لازم نعرف انها يعني طبعا اللعيبه ليها ادوار محدده لكن كمان فكره تحليل الاداء بيبقى ليها دور اكتر اهميه انك انت تعرف وانت بتحلل اداء الفريق المنافس ايه اكتر الخطوط او ايه اكتر اللعيبه اللي موجوده في الفريق الخصم اللي ممكن بالضغط عليهم يولد الاخطاء وممكن انك انت تستخلص منهم الكوره وده يختلف من فريق لفريق. وارد جدا جدا في طريقه لعب ودي شفناها مثلا مع سان جورج انك تضغط من فوق وده بيغلط بشكل كبير جدا وخصوصا لو كانت عناصر دفاعيه ما عندهاش دقه في التمرير وعندها بطء في الاداء او انك انت تضغط على خط نص الملعب ودي برضو بتبقى مرتبطه بفكره القرايه او فكره تحليل الفريق المنافس. يعني مثلا شفنا في ماتش الوداد لو تفتكروه في كازابلانكا قبل نهائي جون قفشه بالظبط كده شفنا قفشه ضغط فين وخلص ازاي بمنتهى السهوله مش مباراه دور نهائي او دور قبل نهائي دوري ابطال ومش مباراه اهلي وداد يحصل فيها غلطه زي دي لكن ده مرتبط بانك انت تحضر قبل الماتش وتبقى فاهم تضغط امتى وتضغط فين ومين اللي ممكن يعمل الدور ده. طيب نروح لحالات يلا بينا. عايز بس تقول حاجه على قفشه ولا هو من ضمن الحالات يلا نروح لحالات مصطفى. هو قفشه اخد نصيب الاسد في المباراه يستاهل بصراحه يا بص انا كل فرقه الاهلي عجبتني اتبسطت جدا بكريستو اتبسطت جدا بكريم الدبيس واقف معاكم برضو انا عايز نتكلم على الصاعدين الواعدين يعني نشوف انه كريم الدبيس كوكا كريستو بيختلفوا عن اي اسم تاني شاركوا في المباراه دي فهنقف معاهم شويه. طبعا ده الهدف الثالث. الهدف الثالث ده فيه مكاسب كبيره جدا. اولا كريم الدبيس بيعمل اسيست وده من اول مباراه ليه ده يعني الاسيست بتاعه الاوفر بتاعه مميز جدا. طبعا هنا اللي هيجيب الجون ده محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه في الجون ده بالظبط يبين قد ايه هو اتطور وبقى بيلعب في زي ما بلال قال كان موجود في بعض لقطات المباراه. لا هو انا يعني انا في زاويه ثانيه شفت منها الجون ده زاويه التسلل
يعني زاويه حامل الرايه او حكم المساعد. هو قفشه كان بادئ الكره اصلا، كان الكره دي كانت كورنر. الكره بالظبط دي كانت كورنر. قفشه بدا الكره وبدا يعني طبعا يعني الاحساس بتاعه ان هو اخذ باله من حته الاوفسايد فعلا. ودخل عشان يقف في المكان ده، دخل بخبص يعني عنده خبص لعيب كوره، خبص لعيب كوره بالظبط. وكمان الخبص الاكتر في الفينش بتاعه الكره. دي صعبه جدا جدا جدا، لان الكره دي عملت بند في الارض قبل ما هو كتمها بالستارز، حاجات بتاعت البرازيليين يعني. يعني بيكتموا الكره كده. فلو كملنا الحلقه اللي بعدها هنلاقي الكره دي برده على فكره مش اي حد ممكن يكون متوقع، لكن قفشه باين ان هو ذهنه حاضر في المباراه. توقع ان الكره فعلا هتعدي من كهربا ومن المدافع بتاع سان جورج، فقدر يكتم الكره طبعا وحطها بكل سهوله عكس اتجاه الجون، فيبين ان قد ايه قفشه لعيب كبير. وحاجه ثانيه، قفشه يتواجد في المنطقه دي، ده تبين برضو كولر قد ايه ان خلى المهاجم الوهمي عمل الموضوع ده مع اكتر من لاعب، وده يبين ان ده فكر كولر في الملعب. عملها مع حمدي فتحي، عملها مع اليو ديانج، عملها مع محمد مجدي قفشه، عملها مع امام عاشور. لكن امام عاشور لسه في سوء الحظ معاه، لكن في لقطات كتيره جبناها شفنا امام عاشور في المنطقه دي، لكن لسه ما حلفوش الحظ ان هو يجيب هدف. فقفشه بينجح خطه كولر، وهو باين جدا ان هو نفسيا وبدنيا وفنيا كان جاهز جدا للمباراه دي، وبقى له فتره كبيره جدا جاهز. انا من وقت مباراه الزمالك وانا بشوف ان قفشه بيقدم دور كبير جدا 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 مختلف زي ما انت احمد بتقول. صحيح. نكمل الحلقه بعدها. بص هنا، دي حته الستارز اللي انا بتكلم عليها. هو كتم الكره فعلا، الكره صعبه جدا، الكره دي اي حد ممكن يشوطها من مش لو ما كتمهاش بالستارز الكره تطلع فوق. قفلها يعني قفل الكره زي ما يقول لك كده جايه بتنطرح، كتم الكره عشان تدخل طبعا. ايه هي عايزه لمسه، هي صعوبه الكره دي كمان نعمل بند قبلها. لا مش بس كده، ان الاول المسافه اللي بينه وبين كهربا والمدافع بالزبط. اللي كانوا اقرب للكره، ما توقعش انها تعدي. ايوه في كتير جدا ما يتوقعش انها تعدي بيها. فيبتدي يبقى مش عارف يحضر لها ازاي. يعني خد بالك انت لما يبقى مسافه منك هنا بنتكلم على 2 3 متر مثلا بين كهربا وبين مجدي قفشه، وكره سريعه وكره جايه عاليه بالزبط. فبالتالي انت مش هتبقى عارف هي الكره دي ممكن تلمس في المدافع او تلمس في زميلك في الملعب وتغير اتجاهها، هتقابلها فين وهتقابلها ازاي، والكره جايه بسرعه. هو حضر لها، ذهن حاضر، ذهن حاضر جدا وفنشها الحقيقه. جون بذكاء لعيب كبير. الجون ده من اصعب الاجوان. الجون ده اصعب من الجون الاولاني اللي جابه كتير في نفس كتير. الهدف ده ما فكركوش بهدف سون امبارح في كره الهدف الاول لما سون قفلها برده نفس الكلام، الكره كانت جايه له نفس الكلام، فيها عاليه كده ومشتركه. هو من الكلام الاحمد الجون نفسه صعب جدا، هو فعلا اصعب من الجون الاولاني. صعب. نكمل الحل بعدها. ده طبعا الهدف، بص انا جبت لك من كل الزوايا عشان تبين قد ايه الستارز اللي هو كتم بيه الكره. الحاله اللي بعدها، الحاله بعدها ده طبعا محمد مجدي قفشه. بلال جاب الحاله ديت. دي الحاله ديت الكره اصلا يعني ممكن بس يعني في حلقه قبلها الكره كانت فعلا مع سان جورج في البدايه. ودي كان فريق سان جورج بيحضر عشان يعمل هجمه. محمد مجدي قفشه كان موجود يعني في رقم 6، كان يعني لو جبنا بس في حلقه بعدها بعد الحاله دي، الحاله اللي قبله ولا في حلقه قبلها؟ يعني حلقه قبلها. لا مش دي، حلقه قبلها. حلقه قبلها بس اعتقد يعني حلقه قبلها يعني. لا مش دي، لا خلاص. دي حاله الجون، دي حاله وكره مع فريق سان جورج. طب بعد. نرجع تاني معلش، نرجع لقبل دي. في حلقه نبدا من هنا بقى، مش نبدا من هنا مش لاقيينها. طيب ده يعني هو الكره كانت باص مع فريق سان جورج، بيلعب للاعب اللي في سان جورج الثاني كره بالعرض. محمد مجدي قفشه عمل حاجتين في الكره دي، عمل ضغط وعمل سبرنت، وكمان عمل حاجه ثالثه، توقع الكره. يعني اللعيب اللي بيتوقع دي مش اول مره محمد مجدي قفشه يعملها. هو كان موجود في مكان رقم 6، انا كنت عايز اجيب اللقطه من الاول. فمحمد مجدي قفشه فتح سبرنت، وتبين قد ايه حاله قفشه البدنيه. يعني معنى كده ان قفشه جاهز جدا، فت وبيتمرن وبيشتغل وبيتطور جدا. ففتح سبرنت قوي بناء عن توقع، هو ارى ان الكره هتتباصى بالعرض للاعب الثاني، قطع الكره وعمل وان تاتش. كمل الحاله بعدها، خلى كهربا هو الجول. يعني ده برده تبين ان بص يعني هو عمل كل المجهود ده بوان تاتش، كهربا انفراد، يعني الكره دي اتصدت، لكن برضو قفشه بيتالق. ده الهدف الرابع. الهدف ده الجمله دي اتكررت اكتر من مره في الفتره الاخيره مع كولر ومع النادي الاهلي. ده يعني محمد هاني واحمد عبد القادر، وده سر وجود احمد عبد القادر. الناس كتير يعني محتاره ليه احمد عبد القادر بيلعب يمين برغم ان هو طول عمره بيلعب او طول الوقت بيلعب شمال. وليه كريستو بيلعب شمال برغم ان هو عدلته يلعب ناحيه اليمين. ده تبين كولر بيفكر ازاي. كولر بيفكر ان محمد هاني طبعا ده هيعمل 1 2 مع عبد القادر. لو جبنا الحل اللي بعدها، هي دي اللقطه اللي كنت عايز عليها. هي دي اللي احنا كنا عايزين نرجع لها. هي بص 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 محمد مجدي قفشه فين يا احمد. بص محمد مجدي، بص السبرنت اللي هيفتح المسافه كبيره جدا. أيوه. هيفتح سبرنت كبير جدا ويقطع الكره هو وهيعمل باص. ندخل على الحل اللي بعدها.
لا يعني دي خلاص دي خلاص احنا لعبنا هنجيب الجون الرابع الكره الجون الرابع الحاله بتاعت الجون الرابع جول عبد القادر ومحمد هاني وكهرباء هي دي محمد هاني عمل 1 2 مع عبد القادر وجود عبد القادر في المكان ده كولر عايز عبد القادر يعمل دور مع محمد هاني نفس الحوار ده كان موجود مع بيرسي تاو ومحمد هاني كان في دويتو بين محمد هاني وبيرسي وقلنا في انسجام كبير جدا نفس الكلام شفناه هو عايز يعمل ثنائيات خد بالك في الحته دي الربع ده من الملعب يعني يبقى عندك اثنين لعيبه واحد بيلعب باليمين واحد بيلعب بالشمال بتفرق جدا في زوايا التحرك وبتفرق طبعا. جدا بتريح الاثنين في الباسات لكن لما الاثنين يبقوا بيلعبوا باليمين اعتقد هي بتضايقهم يعني نوعا ما ده وجهه نظر بتضايقهم كمان عدلت لو انت بصيت على الجناح بتاعك في الناحيه دي لو هيعمل كروس او هيعمل تصويب على المرمى هو محتاج رجله الشمال ورجله الشمال اسهل واقرب للمرمى من رجله اليمين ففكره انك انت تحط عبد القادر هنا وكريستو هنا كان بالنسبه كتير من الجمهور مش منطقي هو انا قعدت دي فضلت السؤال ده فضل محيرني كتير جدا طول 90 دقيقه ليه هو حاطط ده وبيعمل ده ليه ليه بقى لان هو عايز يعني اكتر اثنين بيمسكوا كوره في النادي الاهلي هم عبد القادر وكريستو فهو عايز يخلي الاثنين يلعبوا مع الفريق اكتر يعني هو عايز يخلي الاثنين يلعبوا مع الفريق ده حاجه الحاجه الثانيه عايز عبد القادر وكريستو في نفس الوقت يلعبوا عرضيات لان مودستر ما هيبقى موجود ويعني ايا كان المهاجم من رقم 9 اللي موجود وده فعلا ده اللي حصل يعني بص الجمله ديت محمد هاني اول ما اتعمل 1 2 مع بادر رفع الكره مره واحده ومحمد هاني يعني عمل اوفر مميز جدا جدا يعني كهربا يعني بص هنا كهربا ما عملش حاجه غير لمس الكره طبعا براسه وبقوه كبيره فده الفكر دي الجمله دي كولر يعني هو ده السبب ان وجود احمد عبد القادر يمين وسبب وجود كريستو شمال هو بيعمل خد بالك برضو هنا تمركز اللاعب راس الحربه كهربا او غيره جزء كبير جدا من نجاحه في احراز الهدف يعني هي الفكره مش ان الكره توصل لك وتحطها براسك في الجون الفكره ان انت هتشوف هتقرا الاثنين المساكين اللي قريبين منك واقفين فين وهتحاول ازاي تخطفهم او تتمركز في الحته اللي تمكنك خد بالك انت كل ده ما تعرفش الكره لما هتترفع جايه فين ولا ارتفاعها ايه ولا قوتها ايه فهنا ذكاء كهربا في التمركز واحساس المهاجم جزء كبير جدا من نجاحه في تسجيل الهدف ده لو مش واقف في الحته دي كان ممكن يبقى صعب عليه جدا يلحق الكوره او ممكن حد من الاثنين باكات اللي واقفين قريبين منه يشتركوا معاه فيها وهنا بقى دي بنقول حساسيه الصندوق الهداف اللي عنده ذكاء التحرك جوه البوكس وازاي ياخد التمركز الصحيح اللي يساعده في انه يفنش لانه الفينش ده في النهايه مهم جدا اللمسه الاخيره دي مهمه جدا لكن قبلها في حاجات كتيره جدا في منتهى الاهميه. طيب خلصنا الحالات تمام ويعني الجمله دي هنشوفها كتير جدا الموسم ده ان شاء الله خليني اخد رايكم بقى في الثلاثي الصاعد الواعد اللي خد فرصه يمكن ما كانش كتير يتوقع انها تيجي بالسرعه دي ولا بالسهوله دي شفنا من البدايه في اصرار من مارسيل كولر مره واثنين وثلاثه على كوكا ودي تعتبر من مفاجات الموسم وخصوصا تتكلم على خط هيكون فيه ان شاء الله باذن الله مروان عطيه اليو ديانج عمرو السوليه كريم ميدفيد امام عاشور محمد مجدي قفشه فانت بتتكلم على عتاوله ففكره ان الراجل يكون مراهن على كوكا يبقى فيه شايف حاجه ممكن ناس كتير جدا ما تكونش شايفاها. كريم الدبيس امبارح كان معايا كابتن ربيع ياسين، كابتن ربيع ياسين كان ماسك منتخب حكى لي يعني واحنا بنتكلم على كريم حكى لي انه كان بيلعب كريم الدبيس في منتخب 2001 وهو مواليد 2003 بيتكلم على انه كريم كواليتي انا بتكلم مع حضراتكم في اللي طالعين الصغيرين ليه؟ لانه دول اللعيبه اللي تحتاج صبر صح يا بلال؟ اكيد تقييمك للثلاثي ايه وشايف ادوارهم ممكن تتطور ازاي مع الاهلي الموسم ده؟ يعني يمكن احمد بص احنا خلينا نقول ان مارسيل كولر لما يعتمد على ثلاث لاعبين شباب او صغيرين في مباراه هي بدايه المشوار للنادي الاهلي ومباراه ليها حساباتها عند المدير الفني زي مباراه سان جورج من البدايه ويقرر ان هو يعتمد على كريم الدبيس اللي منذ قدومه للنادي الاهلي يمكن كان بيشارك على فترات يعني ابرزها اواخر الموسم الماضي ولكن انا اعتقد ان المباراه دي هي بدايه كريم الدبيس بدايه تعارف الجمهور وكريم الدبيس من خلال مباراه كامله 90 دقيقه استثمرها كويس قوي بالمناسبه كريم الدبيس ومسك في الفرصه وعبر عن نفسه عن طريق اكتر من 8 عمل اكتر من 8 كروسات وكلهم او اغلبهم كانوا رايحين في المناطق الخطره جدا داخل منطقه جزاء سان جورج فكريم الدبيس استفاد جدا من المشاركه اعتقد ان هو اقنع المدير الفني ان هو يقدر في وقت من الاوقات يعتمد عليه خلينا نقول ان المكان دوت هو ما فيش حاجه في الكره محجوزه ولكن علي معلول
نجم كبير واحد يعني اهم مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، وده موجود في العالم كله. أيوة. فكريم كان لازم يقول بس علي ما يقدرش، يعني مش لانه علي كان لازم يحد بالظبط، يعني لازم الموسم حد توكله. بص الموسم ده خلينا نتفق على انه مفيش لعيب في الاهلي يقدر يلعب كل الماتشات بالظبط، يعني كل لعيبه الاهلي بما فيهم الصغيرين والكبار اللي عندهم خبره واللي ما عندهمش خبره، الموسم طويل جدا صعب جدا، مفيش حد يقدر يملى مركزه من اول موسم يبدا لغايه اخره، فبالتالي انت محتاج السكواد كله. وعلي مهما كانت كفاءته، وطبعا علي مش محل يعني تقييم. مش محل تقييم، علي يمكن يعني من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره في مصر كلها تلعب معانا في الدوري المصري، مش بس في تاريخ النادي الاهلي. وانا اعتقد إن كمان يا احمد ان علي يفرح ان في حد يقدر طبعًا يريحه في بعض المباريات، هو علي نفسه محتاج يبقى بالزبط. في بعض الماتشات اللي ياخد فيها نفسه عشان يقدر يكمل ويديك بنفس الكيرف وبنفس بالزبط. المستوى بالزبط. اللي انت منتظره منه، فدي حاجه بالعكس ما تضايقش علي. فانا عشان نكمل موضوع كريم، فكريم اقنع المدير الفني ان هو يقدر يعتمد عليه في بعض المباريات دون الاعتماد على لاعب من مركز اخر. احنا شفنا كولر الموسم الماضي استعان بخالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايسر، استعان بكريم فؤاد في بعض المباريات في مركز الظهير الايسر، لكن انا اعتقد بعد بدايه كريم الدبيس في المباراه دي لا، كولر يقدر يعتمد عليه في المباراه. كوكا طبعا احنا اتكلمنا عنه في مباراه المصري وانه عمل ادينا له حقه وانه عمل مباراه كبيره، وواضح ان كوكا هياخد دقائق لعب اكتر من الموسم الماضي مع كولر. كريستو انا اعتقد ان حته ان هو لعب على غير عدلته، يعني انا اختلف مع احمد شويه في حته، انا مش متفق ان عبد القادر كان يبدا هنا وكريستو هنا. انا لو اتكلمنا عن الراي، لا انا كنت اتمنى ان عبد القادر يلعب في مكانه وكريستو يلعب في مكانه، حتى يعني لو كريستو يمين وعبد القادر في الشمال. يعني انا قصدي هو ليه كولر لعب كده؟ لا ما انا اقصد ان انا مش هو ليه لعب كده، مش انا مختلف مع كولر فيها. يعني انا احنا كنا حتى بنتفرج في مع بعض في الملعب. أيوه. ومعظم التعليقات طول الشوط الاول ان ليه ده هنا وده هنا، مش خد بالك برضه في مكانه. اعتقد انه الماتش ده وممكن كمان ماتش، يعني الماتش ده انت بتتكلم على مدرب بيلعب مباراه وديه رسميه اكيد، يعني ما فيهاش اي ضغوط ولا اي توتر، فوارد جدا يعني. واحنا بنتكلم مثلا على علي معلول، فكروني بنقطه انه يوم انت هتلعب سوبر ليج يوم 20 مع سيمبا في تنزانيا، عايزين نطمن يوم سيمبا صعد الاول يوم هنتابع طبعا لسه بكره في قصه كامله يعني على موضوع التاهل والقرعه. لكن خليني اقول لك مثلا انه علي معلول يوم 17 هيبقى بيلعب مع منتخب تونس ماتش في اليابان، فالمفروض انه يجي لك من اليابان على تنزانيا، يعني لو جه المشوار مثلا يوم 18 ده يبقى حاجه عظيمه جدا، يلحق الشوط الثاني يتمرن تمرين يوم 19 ويلعب يوم 20. فممكن جدا، خدوا بالكم احنا بنتفرج على الماتش واحنا همنا 90 دقيقه بس، لكن كولر بيفكر في ماتش جاي وماتش بعده وماتش بعده، وعارف ظروف الفريق، فعارف الاوراق اللي ممكن يكون محتاجها في توقيت معين. أكيد. فعشان كده يمكن يكون بيراهن على تغيير مركز، على تجربه لاعب. أكيد. في حسابات ثانيه غير حسابات ال 90 دقيقه اللي احنا بنبقى شايفينها. انا بتكلم ان احنا مش طبعا كل، احنا خلينا متفقين ان كل مدير فني له مطلق الحريه طبعاً تماما طبعاً في اختيار التشكيل اختيار المراكز، ولكن احنا بنتكلم عن مدى استفاده اللعيبه اللي شاركت من البدايه. اللي ظهروا اكتر ان هم استفادوا كريم الدبيس، لانه زي ما قلنا ان هو استفاد من الحاله الهجوميه للنادي الاهلي، واستفاد كمان من ان امام عاشور مايل دايما ناحيه الجبهه اليسرى، فده ساعده كتير ان هو يعمل الاوفرلاب والعرضيات. كوكا مش جديد على وسط الملعب، كريستو ظهر بشكل كويس ولكن عنده الاحسن لو راح مكانه. بالنسبه لاحمد، شايف ان كولر نجح في اصعب اي حاجه على مدير فني، ان هو خلى قوام الاهلي كله اساسي، ودي حاجه صعبه جدا على مدير فني. يعني بشوف ان هو يخلي السكواد كله يبقى جاهز في اي وقت. احنا دلوقتي لو المباراه القادمه بتاعت انبي يعني ان شاء الله في قبل النهائي، لو لعب اي لاعب من اللي لعب في مباراه سان جورج او حتى في مباراه المصري، لو لعب عبد القادر او لعب بكريستو او لعب حتى ببيرسيتاو، انت ما بقاش عندك مشكله. أيوه. ده كولر نجح فيه انه خلى السكواد كله جاهز، وده قاله على فكره في المؤتمر الصحفي، قال لك انا الفريق كله عندي هو اساسي، ما عنديش لاعب بديل وما عنديش لاعب اساسي. فاعتقد ان الروتيشن اللي بيعمله كولر مهم جدا ونجح معاه وخلاص. هو من الموسم اللي فات وشايف ان كولر بيعتمد على موضوع الروتيشن ده، الا في اضيق الحدود طبعا عنده قوام اساسي ثابت بالنسبه له، لكن هو بالنسبه له ان غياب اي لاعب او العدل بالنسبه له مهم جدا، وده اللي خلى كوكا يحجز مكان اساسي الموسم ده. وانا بشوف ان كوكا هيبقى ليه دور كبير جدا زي ما بلال قال، وخلى مروان عطيه وقت ما جه ساعتها في يناير برده يبقى موجود في تشكيل اساسي على حساب لعيبه كبار برده موجوده. مظبوط. فده بشوف ان العدل
فكولر عنده حاجات بشوف ان هي بصراحه مهمه جدا. لا هو الاكيد انه يعني لو كولر قاعد معانا دلوقتي انا بقولها لك يعني وانا واثق منها بنسبه 99.9% انه كولر ما عندوش ثوابت. واحد من الناس اللي ممكن يبدا الموسم بتشكيل وفي نص الموسم تلاقيه بتشكيل ويفنش الموسم بتشكيل ثالث خالص، ما عندوش رهان على حصان اساسي وناس بره تانية ممكن تبقى ادوارها مكمله. اللي جاهز واللي بيأدي هو اللي هياخد الفرصه، كان صغير كان كبير كان عنده خبره كان ما عندوش، كان نجم او كان لسه بيبتدي المشوار. اروح معاكم ماتش ام بي سريعا، شايفين المباراه دي ازاي وشايفين ايه التغييرات اللي ممكن تحصل على طريقه او تشكيل الاهلي في ماتش الاربعاء ان شاء الله، مع اختلاف طبعا هنتكلم على مباراه نوك اوت اللي هي مباراه نقاط فيها دوافع كبيره وخصوصا انه الفوز بيها يأهل الفائز لنهائي كاس مصر. تمام، يعني خلينا النادي الاهلي طبعا بدا مشواره في كاس مصر الموسم دوت بالفوز على منتخب السويس، بعد كده تابعوا الفوز على الداخليه، واخيرا اخر مباراه قبل نهايه الموسم الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، طبعا هدف احمد القندوسي الشهير اللي تم احرازه في الدقائق الاخيره. في المقابل انبي فاز على لافيينا ونجوم المستقبل واقصى مودرن فيوتشر، عامل مسيره محترمه طبعا، ثلاث مباريات كويسين جدا. امبي عايز بقى في حافز اضافي ظهر لامبي في الايام الاخيره، عايز حتى يروح. انا كنت بسمع وانا جاي في الطريق مداخله لرئيس نادي امبي وكان بيتكلم ان هو حتى متمسك ان هو في حاله الخساره يروح السوبر. فهو قال ان احنا قعدنا مع اللعيبه وقلنا ان ده ان دي مباراه هتوديكوا في حته تانية على مستوى طبعا اللعب بطوله كبيره في الامارات والناس كلها هتشوفكوا وعوائد كمان ماليه كبيره، فاعتقد ان ده حافز اضافي لانبي. النادي الاهلي طريقه واضح وزي ما اتكلمنا ان كولر ما عندوش هزار، ما بيجزقش المباريات، هدف واحد هو الفوز والاداء الجيد. وانا انا بشيد جدا وهفضل اشيد دايما ان انا كولر أرضى طموحاتي أنا الشخصية، إن أنا كنت طول عمري بحلم بمدير فني يقدم لي نتائج، لأن هي في رقم واحد في المقام الأول، ثم الأداء. أنا عايز وأنا بتفرج وبحقق نتيجة حلوة أبقى مستمتع بفريقي. أنت مستمتع السنة دي ولا لأ؟ مستمتع بس خلاص مستني بتعد الأيام ولا لأ قبل مباراة الأهلي؟ أيوة أنا طبعًا بحب بس. أنا بحب الأهلي طول عمري عشان في بطولات وفي ألقاب، لكن يعني بالنسبة لي أنا الكرة متعة. المتعة يعني الكرة يعني الألقاب والبطولات اللي تيجي بلا متعة دي ما بشبعش كوره، انا بحب الكوره عشان بحب تستنى بالظبط. يعني احنا كلنا فاكرين كل الفاينلز اللي احنا لعبناهم في افريقيا هي. ولكن لما تيجي تتكلم عن متعه هتلاقي نفسك بتروح تلقائي ل 2012 فاينل 2012 امام الترجي، واحده من افضل مباريات النادي الاهلي. فالمتعه دايما بتبقى باقيه في الاذهان. فكولر عامل المعادله دي، اعتقد ان هو هيدفع بموديست، بس ده يعني التغيير الوحيد الابرز. مع طبعا في لعيبه يعني تمت راحتها زي اليو ديانج وزي مروان ما خدوش في المباراه الافريقيه، بيرسي تاو نزل شويه، حسين الشحات نزل شويه. انت عندك حيره، المدير الفني عنده حيره، وزي ما احمد كان بيتكلم دلوقتي ان انت في وسط الحيره دي تقدر تعمل اللي انت عايزه، تقدر تربك المنافس. بيتوقع رضا سليم فتحط له الشحات، بيتوقع بيرسي فتحط له عبد القادر، عمل حساباته على موديست فانت اخترقت بامام عاشور وقفشه، يعني مش هنعرف نقرا التشكيل تاني. خلاص شايف امبي ازاي يا احمد السيزون ده؟ امبي السيزون ده بدا بدايه سيئه، يعني هو فنش الموسم اللي فات تفنيش كويس جدا وفنش خامس تقريبا في بعد ما كان بادئ برده بدايه متعثره، لكن الموسم ده هو كابتن تامر مصطفى يعني بدا في بدايه الدوري بتشكيل غريب جدا وفقد بعض اللعيبه المهمه اللي كان من ضمن اللعيبه اللي اعتقد مؤثره معاه زي علي فوزي، واعتقد ان هو هيكون موجود في مباراه الاهلي القادمه، وكمان احمد يوسف ديفندر امبي، فهو افتقد اللعيبه الكباتن او اللعيبه الكبار. فهو طبعا امبي طول عمره معروف بالناشئين، هو حب يعتمد على اللعيبه الصغيره، خسر مباريات سهله جدا، مباراه الداخليه بالنسبه له اعتقد هتبقى من اسهل المباريات في الدوري، هو خسرها حتى الاستحواذ. طبعا غياب اوفا كان مؤثر معاه جدا، لكن اوفا هيعود في مباراه الاهلي، فطبعا عوده اوفا هتبقى مهاجم كويس بصراحة. مهاجم قوي وعودته مهمه، واعتقد تامر مصطفى يعني المباراتين اللي فات دول هيبقوا درس ليه اللي يخليه يلعب مباراه الاهلي. في طبعا حافز كبير جدا زي ما بلال قال، بطوله السوبر هيبقى حافز قوي جدا، خاصه يعني هو كذا بطوله ان هو هيكسب النادي الاهلي، دي بطوله لوحدها خاصه، وانه بيلعب مباراه قبل النهائي، ومباراه دايما اللي قبل النهائي دايما بشوف ان هي كل شيء فيها وارد طبعا. بالرغم طبعا ممكن يكون فارق في الامكانيات، لكن المباريات دايما بقول 90 دقيقه ديت اللي فيها خروج المغلوب كل شيء فيها وارد. اعتقد تامر مصطفى هيبدا المباراه دي بالتشكيل اللي نهى بيه الموسم اللي فات، هيرجع علي فوزي في التشكيل ويرجع احمد يوسف ويرجع احمد امين اوفا ورفيق كابو اللي هو برده استغربت ان هو في اول مباراه كان معاده على دكه البدلاء، فكان هو يعني في تغييرات غريبه جدا كان بادئ بيها، لكن اعتقد ان هو هيرجع في كل ده. عندهم محمد حمدي الباك ليفت، هو ما بيلعبوش باك ليفت يعني بيلعبوا في نص الملعب،
لعيب برضه مميز جدا، فعندهم بعض اللعيبه المميزه، وشايف ان هي مباراه مش سهله، مباراه صعبه، خاصه ان هي مباراه 90 دقيقه فقط. مفيش حد هيواجه الاهلي مش هيقدم افضل ما عنده، ومفيش مباراه ياخدها الاهلي في اي مسابقه السنه دي هتكون مباراه سهله على الاطلاق. الكل هيحاول يثبت نفسه ويثبت ذاته قدام سيد اسياد افريقيا، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدم عرض كويس. من بكره ترجع الفرقه مره ثانيه للتدريب، ونتابع مع حضراتكم استعدادات الاهلي لمباراه قبل نهائي كاس مصر يوم الاربعاء امام انبي. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، نورتونا. ويمكن هابي بيرث داي بقى. عايز اقول حاجه قبل ما يعني انا فعلا يعني ما كنتش متوقع ان ممكن عيد ميلادي يبقى في اليوم، يعني يبقى عندي حلقه، عندك حلقه على الهواء، حلقه هنا على الهواء. فطبعا دي حاجه يعني من صغر النادي الاهلي ده جوه في الدم، فيبقى مبسوط جدا ان انا موجود هنا معاكم بحتفل بعيد ميلادي. خلاص يا احمد هنعيط، هنعمل لك عيد الميلاد بعدين. لا لا يعني وبنختم معاكم بتقدم فيوتشر 3-1، نتمنى النتيجه تفضل كده لغايه نهايه المباراه، رغم انه مطرود منه بيلعب ناقص واحد، رزق اعتقد اتطرد من فريق فيوتشر، لكن نتمنى ان شاء الله النتيجه دي تؤهل فيوتشر لمرحله دور المجموعات في بطوله الكونفدراليه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. من بكره في السادسه نتابع مع حضراتكم تحضيرات وساعات الأهلي لمباراة إنبي. بشكركم على المتابعة، تحياتي ليكم.